يوجه كلمة ثانية يرشد فيها أعضاء مجلس الشورى نهجهم القويم ويزودهم بسديد حكمته ونصائحه ويستنهضهم إلى أداء واجب الثقة والأمانة والأمل ودلالة الإخلاص لله ثم المليك والوطن، ويوجه إلى شعبه المخلص أطوب تحياته وكريم شعوره مبينا بعض ما يخالج قلبه العظيم لهم مما أفصح عنه جليل أعماله وكريم فعاله للأخذ بشعبه إلى الرفعة والمجد. ثم يفتتح سموه الكريم بسم الله سبحانه وتعالى، ثم نوابة عن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى مجلس الشورى الموقر للدورة القادمة التي تأمل البلاد أن تكون فاتحة خير وبركة وبادرة يمن وتوفيق، حين شمل سموه المعظم هذا المجلس بعنايته ورعايته ونظر إليه بلفتته الكريمة. وها هو سموه المعظم يتحدث. حضرات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه من طوائع شرور العظيم أن نفتتح هذه الدورة السنوية باجتماع مجلسكم الموقر. نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب، ونحمد الله تعالى على ما وفقنا إلى فضله، فإننا نتوجه بخالص قلوبنا إلى مؤسس دولتنا وباني نجد أمتنا جلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله وأبقاه، باسمين لجارته جزيل شكرنا وأطيب تحياتنا على تأسيسه هذا المجلس. إخواننا، أنكم تستقبلون اليوم العام الجديد من حياة هذا المجلس المحترم، تاركين وراءه السنة المنصرمة وما قبلها من سنين حافلة بقرارات نافعة ومشاريع مفيدة ما كان قد قام بها هذا المجلس إلا في سبيل تحقيق الرسالة التي أسس من أجلها، وهي خدمة هذه الأمة خدمة صادقة اقتضتها حاجتها في نهوضها ورقيها. إننا على يقين إن حضراتكم تستقبلون هذا العام الجديد وأنتم على ما نعهده فيكم من غيرة على خير الشعب وعزم أكيد على القيام بمهامكم، ومما لا ريب فيه أنكم واصلون إلى هذا الهدف الأسمى لنالكم من سداد في الرأي وكفاءة على وجه الأمور بميوانها، وهو من ذلك العز للوطن ولصالح الأمة. إخواننا، إنها لفرصة سعيدة هذه التي تجمعنا بكم هنا، إذ أتاحت لنا أن نوضح فيها ما قمنا به وما قررنا العزم على القيام به مدة وجودنا هنا من إصلاحات عامة تتناول جميع مرافق البلاد من ثقافية واقتصادية واجتماعية، متوخين في ذلك الإنهاض في البلاد. ولا شك أنكم تشاطرون الرأي في أن الإصلاح عمل شاق وطريقه عرس المسالك، يتطلب جهودا متواصلة وعيون ساهرة وتظافر صادق من جميع أفراد الشعب حتى يؤتي ثمرة فيعم خيره، غير أننا جادون في تحقيقه متوكلون على الله مستمدين الإرشاد من مولانا جلالة الملك حرسه الله، واثقين من إخلاصكم ومواجرتكم، وسنجمل بإذن الله ما نلاقيه في طريقنا من صعاب بقوة وعزم. فركب الإصلاح ماض في طريقه، وعجلة الإنشاء تحطم بعون الله كل العقبات، ونحن واثقون من بلوغ المرام إن شاء الله ما دام رائدنا النية الحسنة والإخلاص في خدمة الوطن برفع شأنه وإيصال أمتنا إلى المكان اللائق بها بين الأمم. وقد استطعنا بمشيئة الله أن نحقق للبلاد
خلال الأشهر الثلاثة التي أقمناها عندكم كثيرا من تلك المشاريع الإصلاحية، ومنها القضاء الشرعي وتعزيز الأحكام الشرعية وتخفيض الرسوم الجمركية عن الحاجات الضرورية للشعب، وغير ذلك من المشاريع النافعة والنظم الإدارية. وإننا لنؤمن أن تكونوا كما كنتم قدوة حسنة لمواطنيكم في العمل الصالح والخدمة الحسنة لخير الوطن. وختاما أرغب أن أبين لكم وقلبي مملوء بشعور الأسف لفراقكم وفراق الشعب الكريم، حيث قررت مغادرة هذه البلاد المقدسة بعد أيام قليلة إن شاء الله. فإني أود بهذه المناسبة أن أشكركم وجميع أفراد الشعب الكريم على ما ظهرتموه جميعا من شعور الود والإخلاص. هذا وأدعو الله تعالى أن يوفقكم للقيام بواجباتكم خير قيام، وأن يطيل في عمر حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم، وأن يبقيه ذخر العرب والإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.